أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء فترة التسجيل للالتحاق ببرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، والذي يأتي تأكيدا على ما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بالاستثمار في العنصر البشري. نعم، برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقي إقبالا واسعا من قبل موظفي القطاع العام بمختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثامنة من البرنامج أكثر من 2000 متقدم. ستخضع طلبات التسجيل لعدة مراحل، ابتداء من التقييم ثم المقابلات الشخصية وتقديم اختبارات القدرات، تمهيدا للاختبار النهائي لمنتسبي الدفعة الثامنة من البرنامج. ويعد البرنامج من البرامج الطموحة التي تستقطب الطاقات الشابة من أجل إثراء خبراتها وتصقل مهاراتها من خلال دورات مكثفة على يد أبرز الخبراء، لتمكينهم من طرق البحث والتحليل ومختلف المهارات القيادية.